أنا حي بيك يا شمس الحياة، بتكون من تراب وروحي في الإله. أنا حي بيك يا شمس الحياة، بتكون من تراب روحي فيك، روحي في الإله. يا من صنع غالي سكنت فيا أرض، شد بيشدني من الأرض للسماء. يا من صنع غالي سكنت فيا أرض، شد بيشدني من الأرض للسماء. ويا محلى تسبح إنسان سبح لله في مرآة، شايف واخد رايح لله. يا محلى تسبح إنسان سبح لله في مرآة، شايف واخد رايح لله. شي جواه بيزيد ويفيد ويقول الله يا الله يا الله. شعيبي وزفيري فرحون باسمك، تكويني ومصيري موجود بكلمتك. شعيبي وزفيري فرحون باسمك، تكويني ومصيري موجود بكلمتك. قل لي انا بحبك هلاقيني كل عندك، واما ترجعني ليا ارجع واشتري قربك. هلاقيني كل عندك، وما ترجعني ليه ارجع واشتاق لقربك. يا محلى تسبح انسان سبح لله في مرآة، شايف واخد رايح لله. يا محلى تسبح انسان سبح لله في مرآة، شايف واخد رايح لله. وشي جواه بيزيد ويفيد ويقول الله يا الله يا الله. بالحضرة اسألني فيني ألاقيني في اتجاه وجهك، وألاقي عيني مفتوحة للصلاة. بالحضرة اسألني فيني ألاقيني في اتجاه وجهك، وألاقي عيني مفتوحة للصلاة. مطرح ما القلب ساكن اسكن على رجاء، تتغير الاماكن والبس سكن السماء. مطرح ما القلب ساكن اسكن على رجاء، تتغير الاماكن والبس سكن السماء. يا محلى تسبح انسان سبح لله في مرآة، شايف واخد رايح لله. في الرحلة شيء من الحق في حضورك يشعلني في الطريق، ويسافر بيا نورك. وأدوق في الرحلة شيء من الحق في حضورك يشبعني في الطريق. واهم وأنا بغني في دواير من ضياء، يرقص قلبي وكأني طفل في إيدين بابا. وانا بغني بدواير من ضياء، يرقص قلبي وكاني طفل في ايدين بابا. يا محلى تسبح انسان سبح لله في مرآة، شايف واخد رايح لله. يا محلى تسبح انسان سبح لله في مرآة، شايف واخد رايح لله. شي الحب فيه ويتدفى المهابة ويروح بمخافة ليه.
حبك عملني كان بيعيش على الحب فيه ويتدفى المهابة ويروح بمخافة جمراتك جمراتك تحمي قلب العبد من أي موت لما يريدك ويقبل يموت حب بسكوت جمراتك تحمي قلب العبد من أي موت لما يريدك ويقبل يموت حب بسكوت لما شعب المسيح يرنم لاسم يسوع العظيم السماء ترفع ببنها وتشاركنا في التارق رنم يا شعب المسيح يا شعب المسيح يرنم لاسم يسوع العظيم السماء ترفع شاركنا في الترانيم والإله يرب جماله والكنيسة مرنمانه والإله يرب جماله والكنيسة مرنمانه مستحق المجد وحدك والعبادة مستحق المجد وحدك والعبادة والسجود يا مرتب الملك بحياة بينا للصليب هلك في الموت في البلاد ربنا يا مرتب الملك بحياة بينا للصليب هلف في الموت في البلاد ربنا الحبيب لما شعب المسيح يرن باسم يسوع العظيم السماء ترفع بمنها وتشاركنا في الترانيم لما شعب المسيح يرن والمقيد والسجين واللي محصور من سنين والمقيد والسجين واللي محصور من سنين ينطلق من البخ حالا حر من كل الغيوم ينطلق بالفخ حالا حر من كل ينطلق قيود ينطلق بالفخ حالا حر من كل قيود يا مرتب الموكب اعيا قوموا بينا للصليب الف نكون في البلاد ربنا شعب المسيح يرنم باسم يسوع العظيم السماء ترفع ببنها وتشاركنا في الترانيم لما شعب المسيح يرنم باسم يسوع العظيم السماء ترفع ينهزم بدم الذبيح وكل روح ضد المسيح ينهزم بدم وكل روح وكل روح ضد المسيح ينهزم ب
بدم الذبيح وكل روح ضد المسيح ينهزم بدم الذبيح والشيطان ملهوش مكان لما روحك راح يسوع والشيطان ملهوش مكان لما روحك راح يسوع يا مرتب الموكب اعيد قوموا بينا بالصليب هلك بنتوج في البلاد ربنا الحبيب شعب المسيح يرنم لاسم يسوع العظيم السماء ترفع بمنا وتشاركنا بالترانيم لما شعب المسيح يرنم لاسم يسوع العظيم السماء ترفع بمنا وتشاركنا بالترانيم وعن يميني وعن يساري مسيحي معايا كمان جوايا مسيحي فيا مالك على ملكوا قلبك النهارده يسمع بوداني وينظر بعيني مسيحي فيا مالك عليا يسمع بوداني ينظر بعليا وانا كل ملكه هو اشتراني فهداني بدمه حبه غطاني وانا كل ملكه هو اشتراني فهداني بدمه حبه غطاني مسيحي معايا Shayl, 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 shayl
شلتي كمان ويدبر أمري كل شايلني وشايل شايلني وشايل شلتي كمان ويدبر أمري كل الزمان مسيحي معايا وكمان جوايا محوط بيا ومصدر أعظم عطية وكنز العطايا يا فرحي قلبي مسيحي معايا مسيحي معايا وكمان جوايا محوط بيا مصدر عزايا مسيحي معايا وكمان جوايا محوط بيا مصدر عزايا الله جوايا أعظم عطية وكنز العطايا يا فرحي قلبي فكر البركان فكر البركان وطريق بكتنا على الخطية بكتنا على الخطية وكل شهوة راضية وانتزع من القلوب كل محبة أرضية بكتنا على الخطية وكل شهوة راضية وانتزع محبة أرضية
سكيب نعم تمم وعدك واعطينا روح القوة جمل العروس جمل جمل العروس للمواهب يا قدوس وأيدنا بالآيات فتفرح كل جمل العروس جمل ننحني بكل هيبة واحترام لنعطي المجد والكرامة لرب المجد اللي حاضر في وسطينا وننفرد بيه واخد ودي معاه أسيب خطاياي وأقول له وجدني في محضرك وافتح عيون إيماني عشان أشوفك عارف احتياج كل نفس خد ودي معاه خد ودي معاه كلموه حاضر بشخصه في وسطينا حاضر بشخصه في وسطينا مدي ودنا لكل انسان مستعد يستجيب كل طلبه حسب حكمته الحزين حيطلعه فرحان ومتعزي والضعيف حيشدده ويقويه والتعبان حيريحه ويشيل عنه واللي متضايق حيفك ضيقته والبعيد عليه انه يسمع صوته بيقول تعالوا الي فتح أحضانه لكل أحد لكل أحد لكل إنسان من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان بينادي عليك بينادي عليك أحضانه مفتوحة للكل هكذا أحب الله العالم أنت 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 محبوب جدا عند ربنا ما بيسألش اسمك ايه ولا جنسيتك ايه لكن بيقول لك أنت محبوبي وغالي عليك
وأنا النهاردة جاي أفتقدك. رد عليه وكلمه وقل له استلمني، قولي له استلمني. سيب شلتك عليه والقي همك عليه. قل له قولي له كلمني الليله دي يا رب، انا محتاج اسمع صوتك. اشكي له تعبك وتعبك. قل له هروح لمين غيرك؟ محدش له حيلة ولا سلطان غيرك. وثق انه سمع وامر بالاستجابة، واشكره من كل القلب. امين. ودلوقتي مع بعض الأسئلة، واحد بيقول هل الإيمان هو إني أكون راضي عن التجربة، وهل كل شيء لم نأخذه هنا يكون له مقابل في السماء؟ لا يا ابني، فيش أي علاقة بين هنا وهناك. هنا كله فاني، وهيئة هذا العالم تزول، وما فيش علاقة ولا تشابه بين هنا وهناك. مش اللي مش هتاخده هنا تاخده هناك. لا يا ابني، لا 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 لا. أولا ده هنا أجساد بداخلها الأرواح، الأجساد تراب هينضم للتراب، والأرواح هتروح هناك في حياة لا يعبر عنها. يعني اللي رايح السما ده في أمور لا يسوغ النطق بها، واللي رايح جهنم هو رايح جهنم. فيش علاقة إطلاقا بين هنا وبين هناك. مش اللي هنسيبه هنا ناخده هناك، واللي مش هنتمتع به هنا هنتمتع به هناك. لا يا ابني، فيش اي وجه تشابه بين هنا وهناك. يعني ممكن واحد يقول مثلا انا اتحرمت من دي هنا يبقى هلاقيها هناك؟ لا لا. وبعدين بتقول الايمان هو اني اكون راضي عن التجربة. لا يا ابني، الايمان يعني ايه؟ أولا الإيمان هو قبول سر التجسد. أكرر كلامي تاني، الإيمان هو قبول سر التجسد. يعني إيه؟ بيقول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. وجلنا هنا في صورة إنسان بلا خطيه. بنقول الكلمة المتجسد هو ابن الله. فيجي واحد يرفض يقول لك لا، الله ملوش ابن، والله لا ما لا ولد ولا اتولد ولا الحاجات دي. هنا بقى مربط الفرس، لأن طريق الخلاص واحد. طريق الخلاص واحد، هو بالتجسد. الله الواحد في ملء الزمان ظهر لنا في صورة إنسان بلا خطية، وعظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. يبقى ده الإيمان، ده الإيمان. إيمان للخلاص من حكم الموت
ونوال الحياة الأبدية. أؤمن أني الله ظهر في الجسد وجلنا هنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح. أقبل يسوع المسيح فادي ومخلص، هذه الإيمان. أقبل يسوع المسيح شفيع، ومن غيره ما فيش شفاعة، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. أؤمن به هو الشفيع، أؤمن به هو الطريق، أؤمن به هو الباب، هذا الإيمان. وبعد كده حسلك بالإيمان، أعيش بالإيمان، إني الله معايا مش بيفرقني، إني الله حيدبر أموري، إني الله ماشي قدامي وماشي ورايا زي ما كنت بترنموا دلوقتي، وعن يميني وعن يساري. هو إيه سر انتصاري؟ ده الإيمان، إني أنا مش عايش لوحدي ومش ماشي لوحدي. وبعدين عندي إيمان إني بعد ما همشي من هنا ليا نصيب هناك، وحكون معاه في المجد هناك. اليوم تكون معي في الفردوس، أول ما تنطلق الروح من الجسد اليوم تكون معي في الفردوس. واحد بيسأل ازاي اسيطر على احساسي بالغضب بداخلي لكي لا يتحول الى اساءة للاخرين عندما اغضب؟ هل اواجه من امامي بما فعله وانتهره، ولا اكتم غضبي وانا ما اقدرش على كده؟ اكتم غضبي. شوفوا الكتاب بيقول اغضبوا ولا تخطئوا. يعني ايه؟ يعني ممكن حاجة تضايقني من فلان او تصرف اساء لي، انا كانسان مسيحي مسافر على السماء لازم يكون رد فعلي او تصرفاتي مختلفة عن اهل العالم. ازاي فلان اساء لي؟ ناخد بالنا من شيء مهم جدا، وما اكثر الاساءات طول الطريق اللي هتقابلنا. ايه الاساس اللي ابني عليه؟ اني انا من جوه بحب ربنا واحب كل حبايب ربنا. نفهم الكلمة دي، الكلام اللي بقوله مش كلام وعظ. بحب ربنا وبحب كل واحد وكل واحدة، زي ما بنقول وبنحفظ الكلام، تحب كل واحد وما يكون لكش في الدنيا عدو واحد. قولوا معايا، تحب كل واحد وما يكون لكش في الدنيا عدو واحد. كمان مرة، تحب كل واحد وما يكون لكش في الدنيا عدو واحد. دي القاعدة اللي حبني عليها. أنا بتعامل مع الناس وعندي محبة. فلان اللي قدامي غلط أيا كان نوع الغلط، ايا كان نوع، انا حقابله ازاي؟ ممكن اتضايق وممكن اغضب، لكن اغضبوا ولا تخطئوا. يعني ايه؟ ممكن اكلم فلان، ليه بتعمل كده؟ ليه؟ في عتاب رقيق، لان العتاب وراه محبه، وراه محبه ما فيهوش بغضه، فيهوش مراره. لا، مش هطلع كلمة غلط من بقي لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم. وهنا اللسان المسيحي، وهنا المقابلة المسيحية. العالم هيغلط فينا، وفلان وعلان هيسيء إلينا. لو أنا كل واحد هنتهر ده واتكلم على ده واعمل ده، يبقى هضيع خلاصي. لا،
أنا أتسلح بإن رب المجد يسوع يملك علي ويبان في حياتي. شوفوا الكلمة اللي يقولها معلمنا بولس والاختبار الحلو، أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. شوف الكلمة، يعني نور الكلمة في دماغك كده، هتلاقي الإنسان المسيحي إنسان مش عادي، مش عادي. هقول تاني الكلمة وفكر فيها كده، املى دماغك وقلبك بيها، أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. حاسس بمعنى الكلمة قد ايه الكلمة جبارة؟ ده مش انا شوية الطين اللي ماشي على الارض، ده مش انا التراب، ده مش انا فلان الفلاني، لا، على قد ما اخلي قلبي من الخطيخ على قد ما الرب يملك علي ويبان فيا، يبان فيا، وصورته تبان وصوته على لساني، معاملته هو مش انا اللي بتعامل مع الناس، انا انسان خشن وطبعي كذا، لكن هو هيكون رقيق المشاعر وعمره ما يسيء ولا يأذي حد. احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. يبقى لما حد يغلط فيا ممكن اتفاهم معه، يعني لما مين اللي المسيح له كل المجد قال ان كنت غلطت تحكم على الغلط ولا على الرد؟ ومعلمنا بولس وهو واقف واحد ضربه بالألم قال له ليه بتضربني؟ كلام رقيق مؤدب، مؤدب، ده الإنسان المسيحي، إنسان المسيحي. واحدة بتقول أنا ربنا كرمني، ده واحد، ربنا كرمني بإنسانة طيبة جدا ومتعلمة، لكن هي مش جميلة إلى حد ما ورفيعة أوي، لكن مقبولة وأهلها طيبين جدا متعلمين، وأنا مش عارف أخد قرار ومتردد ومش عايز أظلمها معايا أو أظلم نفسي. من فضلك يا أبونا جاوبني أكمل معاها ولا أعمل إيه؟ الأول أنا عايز أسألك، أنت عايز تتجوز ملكان؟ ها؟ وبعدين اللي عايز تتجوزها رايح تقيس جسمها رفيع وجسمها تخين وبتاع والحاجات دي؟ لا يا ابني، الجواز مش كده، الجواز مش كده، ده الجواز يا ابني إنسانة هتاخدها من إيد المسيح. قبل ما تبص على شكلها رفيعة تخينة طويلة قصيرة هتبص على إنها، ده إن كنت أنت تعرف ربنا، هتبص على إنها إيه علاقتها بربنا، إيه علاقتها بالمسيح له كل المجد، سنة أمينة مؤمنة، ثمر الإيمان باين في حياتها، هتوصلك للسماء، هتدوقك طعم الهنا، الهنا الروحي مش الهنا الجسدي. هو ده المطلوب أولا. إحنا بنغلط كتير لما بنيجي في ارتباطاتنا بنحط شروط، البنت صفاتها كذا، متعلمة جميلة جدا، غنية طولها كذا، عرضها كذا، مش عارف ايه. لا يا ابني، لا، ده مش جواز، ده مش جواز. اولا انت قلت عنها في الاول انسانة طيبة جدا
ومتعلمة طيبة جدا، وممكن طيبة جدا يعني تعرف ربنا معرفة كويس. لا يا ابني، حط شروط روحية قبل ما تحط شروط جسدية، وقبل ما تطلب عالميات اطلب الباقيات، وقبل ما تبص لتحت بص لفوق وارفع عينيك للسماء، وخد عروستك او شريكة حياتك من ايد المسيح. لا طمع في مال ولا طمع في جمال ولا طمع في عالم ولا شيء يفاني، لكن طمع في النعمة والإيمان بس. أنا سؤال شغلني قوي، بيقول أنا غيرت محل سكني من الصعيد وجيت لمنطقة جديدة في القاهرة، واللي صدمني فعلا هو انتشار روح النجاسة في هذا المكان، وما أحزنني أكثر لما اتكلمت مع البعض، مش ضروري أقول مع مين، قالوا إن الشر منتشر في أماكن كتير وده أمر عادي. شغلني سؤالك ده، يعني واضح احنا ناس مثلا ساكنين، ايوه صحيح في شر، لكن انت بتقصد النجاسة. النجاسة، شوف هو العالم ما يخلاش في اي مكان من شر ومن نجاسة، لان الشيطان له عالم، يقول رئيس هذا العالم رئيس سلطان الهواء، والعالم كله وضع في الشرير في ايده، فهو له عالم، عالم يمشيه بمزاجه هو، ده الشيطان، وعلى رأس تصرفات هذا العالم النجاسة. فالنجاسة ممكن تلاقيها في أي مكان، في أي مكان، لكن إيه المطلوب مني أنا؟ إيه المطلوب مني أنا؟ النجاسة دي ظلمة، ظلمة. اللي مطلوب مني ومنك ومن كل إنسان مسيحي إني أنور في المكان اللي أنا فيه. ولما قال ربنا أنتم نور العالم، ما كانش يقصد كلمة بس، لكن كان يقصد أنت مسيح على الأرض، لأني أنا هو نور العالم وأنت نور العالم. رحت المكان الجديد ده كله ظلمة ونجاسة، هتنور، هتنور، وده المطلوب، ده المطلوب من كل إنسان مسيحي، من كل إنسانة مسيحية، إنه ينور حيثما يوجد. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. دي مسؤولية، دي أنا مش موجود في العالم عشان أبيع واشتري وتاجر واكسب وابني وعلي واروح واجي، لا، أنا موجود في العالم لغرض واحد بس، أنتم شهودي يقول الرب. وعايز كل واحد يعرف المعلومة دي، أنت موجود هنا شاهد، موجود هنا شاهد. كنا بنتكلم على إن في ناس كتير منتظرين كلمة منك أو من غيرك، فربنا شغلنا وشغلني أنا بالذات من كتر مقابلاتي وملحوظاتي. الحصاد كثير فعلا، الحصاد كثير، فنفهم الكلمة دي، لكن الفعل قليلون، الفعل قليلون. ولما أقول الفعل يعني الفعل، الإنسان اللي حامل مبذر الزرع ونازل عشان يبدر الغلة وعشان يحصد.
الذاهب ذهابا بالبكاء، حاملا مبزر الزرع، مجيعا يجيء بالترنم، حاملا حزمه. يعني ايه الذاهب ذهابا بالبكاء؟ لا واحد خادم، والخادم انت او انت او انا او اي انسان. الذاهب ذهابا بالبكاء، الانسان صلخ وركع قدام ربنا وتكفخ وعاد يبكي ويدمع. ليه؟ قال يا رب عايز اخدمك، عايز اكرمك، عايز اعمل لك حاجه. بيبكي الذاهب ذهابا، مش اي ذهاب، لا، ده انسان صلى كتير ودمع كتير وكلم ربنا ومسك فيه، عايز اكرمك، عايز ارفع اسمك، عايز اعليك، عايز امجدك. الذاهب ذهابا بالبكاء، حاملا مبزر الزرع، مع كلام، مع كلام. البزار معاه كلام، معاه رسالة. من مين الرسالة؟ من المسيح. حاملا مبزر الزرع، ده لا هيروح ويبدر الغلة أو يلقي الكلمة، هيحصل ايه؟ المجيء أن يجيء بالترنم، هيرجع، بس مش زي أي رجوع. مجيء أن يجيء بالترنم، فرحان ومهلل. ليه؟ حاملا حزمه، حامل الأغمار، جاي بالصيد، جاي بالثمار، جاي بالنفوس اللي ربحها لحساب مجد الله. أقول مرة تاني، الذاهب ذهابا بالبكاء، حاملا مبزر الزرع، مجيئا يجيء بالترنم، حاملا حزمه. المسيح له كل المجد، بيقول لنا كل كلمة كلنا. والحتة دي مقدمة هكملها بعدين وحكررها لسبب. بيقول لك أنا محتاج فعلة، محتاج حد يشتغل معايا، أنا بهيئ الملكوت، محتاج لك تشتغلي مع المسيح. مش مهم أنت إيه، وعايز أواني فارغة، أواني فارغة من كل محبة غريبة، متعلم غير متعلم، غني فقير، عايز أواني هو اللي حيملاها. لما جه ربنا اختار بطرس ويوحنا وباقي الرسل كانوا عميين وعدماء العلم على بطرس ويوحنا، مش متعلمين. وده بيشجع كل إنسان روح ترمي عند رجليه يقول له عايز أكرمك، عايز أخدمك، عايز أعيش ليك، عايز أعيش ليك. فأنت غيرت محل سكنك، رحت لقيت المكان في كله تعب، أنت صلي وربنا ينور بيك وتربح نفوس لحساب مجده. بعتني كارت اهو، يا ريت الكارت يطلع في الكاميرا. خلاص كبر الكارت، قريتوه؟ مصورتية تعبانين. كتر خيرهم، كتر خير كل خادم بيخدم هنا. صدقوني بيجوا هنا من الصبح يشيلوا ويحطوا، ياما كراسي بتتكسر، وياما ناس بتهاجمهم وتضربهم وهم محتملين. خلاص شفتوه؟ كارت ده بيقول ايه؟ اولا مكتوب على انه طالع هو كاتب المرقصية العباسية، المرقصية العباسية، طبعا كلام واحد جاهل، وكاتب منه تحت جمعية ام النور لاخوة الرب، وكاتب تليفونين، واخدين بالكم؟ عشان ايه؟ ده مش بس ينصب على الناس وياخد فلوس، ده بيوضيهم على ورق.
والورق ده بيروح يوديه معرفش في اماكن فين ويضيع مستقبل الولد او البنت. فخلي بالكوا اللي شاف ده واللي عرف او لما تشوفوه في اي مكان، لان جايز يكون جهل، لان هم اللي بعتين لي الكارت من هنا، احذروا تماما، لان الشيطان بيشتغل بيتفنن فيهم. انا مش عايز اقول بيمضي الناس على ورق ليه. المهم نتحذر من الشيطان. قدامي ورق كتير انا جمعته مع بعض، 1 2 3 4 5 6 غيره. كل الورق ده ليه؟ حد يخمن معايا؟ ها؟ اللي هيقول حد له جايزة. ها؟ عن الأزواج. كل واحد له مصيبة هنا. كل واحد له مصيبة. أنا هسأل الرجالة دول، ولو إن كلمة رجالة يعني كتير عليهم، أنت اتجوزت ليه؟ طبعاً أنا مش هذكر إيه المكتوب هنا، لأن المكتوب هنا ذكره قبيح. ذكره قبيح. وأنا ما حبيتش أجاوب كل سؤال على حدة، ولا حبيت أقول إيه المكتوب، لأن اللي مكتوب عار، عار، عار عليك كإنسان مسيحي. أنت بتجيب العار على المسيح والمسيحية، بتجيب العار. وبعدين الغلبانة دي اللي خدتها من أهلها واللي سقيها مرارة المر، ده بكيفية وده بطريقة وده بطريقة وده بطريقة، الغلبانة دي ذنبها ايه؟ وهتقابل ربنا ازاي؟ هتقف قدام ربنا تقول له ايه؟ تقول له البيت اللي انت مسؤول عنه، الولاد والبنات اللي ربنا هيسألك عن خلاصهم، هترد تقول له ايه؟ هترد تقول له ايه؟ دي وكالة، وكالة، ربنا سلمك وكالة، قال لك انت وكيل عن الست دي، وكيل عن البنت والابن دولة، هتسأل عن خلاصهم، ربيتهم ازاي، علمتهم ازاي، سلمتهم ايه. الايام بتمر، ويمكن انت فاكر هنا ان لك صوت وكلمة ورفع ايدك وصوتك، بكرة تو ما الروح طلعت الصوت مات خلاص، وأعمالك هتتبعك. أعمالك، أنا مش عايز أقول أعمال إيه، إن كل الموجود هنا ذكره قبيح، ذكره قبيح. ده بالنسبة للأزواج. وبلاش تعمل ضبع على مراتك. زمان كنا عاملين خلوة وكنا بنتكلم بما معناه تعمل ضبع على مراتك ربنا ما يسمعش صلاتك، ده معنى الآية يعني، تعمل ضبع على مراتك ربنا ما يسمعش صلاتك. وإيه معنى إن تبقى فتو لسانك طويل وإيدك طويلة على مراتك الغلبانة دي؟ طبعا ده مش معنى كده إن كل الستات يعني ما شاء الله يعني، لا. لكن دلوقتي الورق اللي قدامي كله على الأزواج. يا ابني افتكر ان ايامنا مش هتطول، وانا كلامي مش وعظ. افتكر ان في لحظة في طرفة عين نفس هيطلع ما يردش، وصدقني الواحد وهو قاعد على الكرسي هيروح، هيروح. ما تنساش لما هتروح
هتوقف قدام ربنا تقول له ايه؟ ما تخليش الوقفة دي تغيب عن عينك او عن فكرك. افتكر تملي انك هتوقف قدامه وهتسمع صوت اعطي حسابه وكانتك. فاعمل حسابك هنا قبل ما تروح. قبل ما تروح يا ريت اللي سمعني واللي مكتوب عنه ورقة واللي شايفني في التلفزيون يا ريت تروح الليله دي انسان جديد، تفرح مراتك وعيالك وتفرح بيتك وتفرح السماء وتفرح الراعي اللي شال الخروف على كتفه فرحان. امين امين. واحد بيقول السيد المسيح لاهوته لم يفارق ناسوته، لكن على الصليب نفسه سابت جسده. ممكن توضح لي ده؟ اوضح لك. احنا بنقول لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. يعني ايه؟ يعني لو قلنا مثلا مع الفارق في التشبيه ان اللاهوت هو الكنيسة كده، كل الكنيسة دي هي اللاهوت، والناسوت أنا. الناسوت إيه؟ أنا. أنا جوا إيه؟ جوا اللاهوت. جيت موت وروحي طلعت. روحي طلعت فين؟ هنا جنب جسد. جنب إيه؟ هل طلعنا من اللاهوت ولا أنا وروحي جوا اللاهوت؟ أنا وروحي جوا اللاهوت مع الفارق في التشبيه. لاهوته لم يفارق ناسوته. ليه؟ لأن لاهوته لا يحد، لا يحد. فالنفس هتطلع تروح فين؟ أو الروح هتطلع تروح فين؟ لأن اللاهوت غير محدود، تروح هنا تروح هنا جوا اللاهوت. كلامي مفهوم؟ مفهوم. واحد بيقول يوحنا المعمدان شهيد ولا لا؟ ليه ربنا ما اخدش حقه؟ كلمة ياخد حقه دي ولا ياخد بتاره دي مش بتاعتنا يا ابني. لا، لو كان المسيح هياخد بتاره كان دمح البشرية كلها، كان دمح البشرية. لا، احنا ما عندناش تار، بل بالعكس احنا عندنا نسامح ونغفر، نسامح ونغفر. ما عندناش حاجة اسمها طار. لا، بيقول يعني افرض واحد غلط فيك او فيكي او فيا او عمل حاجة وحشة، بيقول اتركوا مكانا للغضب الالهي. سيب ربنا، لي النقمة انا اجازي يقول الرب. انا اللي انتقم مش انت. انت تسامح وتحب وما تردش. أقول تاني، اتركوا مكانا للغضب الإلهي. لي النقمة أنا اللي أنتقم، لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. فالإنسان المسيحي ما عندوش فكرة ياخد بطاره. لا، إنسان المسيحي إنسان متسامح وغافر، لأنه بيحب، لأنه بيحب. ما عندوش فكرة الطار دي ولا الذبح ولا القتل، ما عندوش الحاجات دي. لا، واحد بيقول ازاي اثبت للشخص اللي بيحاورني ان السيد المسيح هو الله ببساطه؟ اولا لازم تعرف ان اللي بيسالك
وعايز يفهم تجاوب، مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم، كل من يسألكم، مجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. ففي إنسان بيسألني هرد عليه، إنما إنسان جاي يحاورني وياخذ ويدي معايا لا. أما المباحثات الغبية فاجتنبها. أنا مش ملزم إني آخذ ودي مع واحد عمال يناكف، لا، هو لحاله. أنا بقدم المسيح، بقدم المسيح له كل المجد. عايز تقبله أهلا وسهلا، مش عايز تقبله هو ما بيفرضش نفسه على حد، يفضل يخبط على باب القلب إن شاء الله طول العمر. عشان كده إحنا مش بتوع مجادلة وأخد وعطا، لا. فجي واحد يسألني يقول لي أنا مش مقتنع أن المسيح هو ربنا، عايز يسمعني هجاوب، هيناكف معايا هبطل كلام، هبطل كلام. أما اللي عايز يفهم هقوله، هقوله إيه؟ إلهنا واحد لا شريك له. ناخد بالنا من الكلام اللي هنتكلم، إلهنا واحد لا شريك له. قانوننا بيقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد. أنا أقول له إلهنا واحد لا شريك له، خلاص لا شريك له. وابتدي له أقول له لما آدم أخطأ أجرة الخطية موت، وآدم نزل للأرض وخلف كل نسله، فكل مولود امرأة وارث حكم الموت، كل مولود امرأة وارث حكم الموت، يعني ميت ميت. بس عدل الله بيقول لازم الإنسان يموت، بس كل دول ميتين، عايزين إنسان حي يقبل يموت عن البشرية عشان عدل الله يتم. في وسط البشر ما فيش إنسان حي. فالله بذاته أخلى نفسه وأخذ صورة عبد وجه عشان يتولد، يتولد يتولد من العذراء مريم. مولود يعني إيه؟ مولود يعني مش مخلوق من تراب، يعني ملوش بداية. مولود، ومولود يعني مش وارث الحكم، يعني مش ميت، مش وارث الحكم. ده إنسان حي يموت عن البشرية ما عليهوش حكم ويخلص البشرية ويبقى هو الطريق المؤدي للحياة الأبدية. مين هو ده؟ هو كلمة الله. ومين هو ده؟ بنقول عليه ابن الله. مش ابن الله يعني اتجوز وخلف ولد، لا، ده هو كلمة الله، والكلمة صار جسدا. عظيم هو سر التقوى، الله الواحد ظهر في الجسد وبعد ما تم بالفداء رجع تاني. فالله واحد، والله هو الله الذي لا يحد لا بالزمان والمكان، ولم يره أحد قط، لكن أعلن لنا ذاته في الإنسان يسوع المسيح اللي قال من رآني فقد رأى الآب. أنا والآب واحد، أنا والآب واحد. فإلهنا واحد، والواحد ده هو يسوع المسيح اللي ماشي على الأرض، والواحد الذي لم يره أحد قط، والواحد هو الذي قبل الموت بالجسد على الصليب، والواحد هو اللي رضع من أمه، والواحد هو اللي أهانوه وقبل الهوان وقبل الموت، لكن بموته أمات الموت. وادي يوم، ايوه،
واحد بيقول نشكركم بقدر ما أسعدتمونا بالأمس بإذاعة درس الكتاب لايف على اليوتيوب بجودة عالية جدا جدا. ربنا يوفقكم دايما في خدمتكم. وعندي رجاء لأبونا مكاري عيد ميلادي بكرة، أرجو يتمنى لي أني أقضي العام من عمري العام. بس أولا كل سنة وأنت طيب، نشكرك لأجل متابعتك للبرنامج، وربنا يكون معاك ويبارك حياتك. واحدة بتقول عندي 3 بنات بيقولوا لي اعملي حقن مجهري عشان تجيبي ولد يخاوي البنات، بس انا حاسة انه حرام، ونفسي اخذ رأي ابونا مكاري اعمل ايه عشان اوصل له. ابونا مكاري قاعد على الرصيف اهو. أخاوي يعني إيه أخاوي البنات؟ ها؟ طبعاً عشان يبقى لهم أخ، أخاوي من كلمة أخ ولا من كلمة أخ، أخاوي البنات. أنا عايزك وعايز غيرك يعرف اللي مخوينا هو المسيح، ومن غيره الحياة والدنيا ملهاش قيمة. اللي يشبع بيه لا يفكر في ولد ولا بنت ولا مال، اللي يشبع بيه. أما اللي ما يشبعش بيه لا هيشبع بولد ولا بنت، ولا عمره ما هيدوق طعم الشبع. أنا عايز أقول لك حاجة وأقول لكل إنسان أو إنسانة، أنت عندك 3 بنات، ممكن تقولي عندي 3 بركات. في غيرك بيدور على بنت بقاله سنين أو ولد بقاله سنين ربنا ما ادانوش. اللي ربنا ما ادانوش ده تصوري بعد سنين لو ربنا اداله ولد هيعمل إيه؟ هيفرح. لو اداله بنت هيفرح، يفرح. وانت ربنا مديك 3 فرحات ومش شبعانة، قولي اشكرك يا رب. كلام اللي بقوله لك بقوله لكل انسان وانسانة، اشكري ربنا. على العموم حقن مجهري ما اقدرش اقول حرام ولا غلط ابدا، ده علم متقدم ممكن نمشي فيه وممكن نعمله. لكن عايزك قبل ما تعملي الحقن عايزك يكون لك شبع بالمسيح، تقولي نصيبي هو الرب، نصيبي من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. بعدين عايزة تعملي حقن مجهري اعملي، مش غلط. ربنا يكون معك ويبارك حياتك انت واللي زيك. كفاية كده ونشوف مجد الله، نشوف مجد الله. الأول في 3 بعتني عايزين يحكوا ويقولوا شافوا إيه. أم وليد وحد مش كاتب اسمه، بنتك عفاف وهبة وعشم شوقي. أم وليد وعفاف وعشم، بس على الله يقولوا لنا كلام ما له معنى. فلان كان عنده مرض في كتفه، ومع التحليل طلع الورم خبيث. حزنا جدا
وقدام الاجتماع يوم الجمعة حطينا ميه، وبعدين دهنا كتفه بالميه، راحوا للدكتور عملوا تحليل تاني لقوا ما فيش ورم. أنا وخطيبي رحنا نعمل تحاليل قبل الجواز، فالدكتور قال عندي مشكلة في القلب ما ينفعش أتجوز ولا أخلف، وكنا هنسيب بعض، لكن قلنا طب ما نروح عند دكتور تاني. ويوم الاجتماع صلينا طلبنا من ربنا بدموع، رحنا عند دكتور تاني وحصلت المعجزة بعد التحليل. الدكتور قال مفيش أي مانع للجواز وقلبك سليم. بقالي 7 سنين ومش معايا غير بنت. يا اخي قولي اشكر ربنا. وجيت الاجتماع في شهر 11، وبعد ما روحت من الاجتماع حصل حمل دغري حصل. بتقول نفسي بجوالا وحاجي اديك النذر بتاعك. طيب. كان عندنا مريم عندها 4 سنين، كان عندها عيب خلقي في الجهاز البولي. رحنا عند دكاترة كتير، كل دكتور قال محتاجة عملية، وكان يوم السبت المفروض أعمل منظار. سمعت الاجتماع وشربت شربة البنت المية، والصبح قعدتها في المية بتاع الاجتماع، وبنتي دخلت الحمام عملت حمام عادي جدا غير كل مرة. رحنا للدكتور عمل أشعة، وبعد الأشعة قال البنت ما سليمة 100%. شوف الأجانب. ابن بنتي في إيطاليا اسمه توماس، دكاترة كلهم قالوا لازم يخلع سنانه ودروسه كلها وياخد بنج 3 ساعات. انا قلت لها نحط ميه، وابونا بيصلي في التلفزيون وصلينا معاه بايمان وصلوات الاجتماع. ابن بنتي خف وما عملش او ما عملوش الدكتور في ايطاليا انه يخلع دروسه، قالوا دي معجزة. بشكر ربنا بركة الاجتماع حصلت على علاوة البكالوريوس بعد 5 سنوات
كنت عايش في قلق بسبب العلاوه، لكن صحيت في ليله فتحت التي في واذا اعاده الاجتماع والسابونا بيقول هتاخد العلاوه بس اقدم توبه، وفعلا اخدت العلاوه. انا بقول خدت العلاوه، خد العلاوه. اوعى يا اولاد تكونوا كاتبين كلام اي كلام كده. كنت بعاني من وجع في ايدي اليمين، يوم الجمعه قعدت صليت بالاجتماع، حطيت ايدي على صليبك المقدس وطلبت من رب المجد الشفا. نسيت الموضوع، وبعد يومين اتذكرت ان ايدي ما عم توجعني. بعدين فكرت كيف صارت هيك وانا ما اخدت اي دواء. بعد اتذكرت ان الرب شفاني عايد صليبك يا ابونا مكاري، كنت معاني من مشكلة نفسية. امين امين. هيك هيك هيك. ناس كانوا بعتين بيقولوا صلي لجوزي سكروا له الملف في الكويت. سكروا له يعني ايه؟ ها؟ صلينا انه يدقوا له تاني، يدقوا له تاني. هما بعتوا كده، بعتوا تاني بيقول شكرا على صلاتكم وبركه الاجتماع وصلاه العذراء مريم وقفت مع أندرية ودق النجام تاني واتحلت المشكله. ده قولوا الله. رسالة من أنتوني في أمريكا وصلت. أنا بنت الرب، سبق وبعدت لكم بإني مصرية وأقيم في إيطاليا من 25 سنة، وبحب قناة الكرمة وبرامجها الجميلة وخصوصا اجتماع المرقصية. بحط المية باستمرار قدام شاشة التلفزيون وبشرب منها أنا وزوجي وأولادي، وكل ما بتكون عندنا مشكلة بنرش المية في البيت كله وعلى سراير أولادي، والرب بيتمجد معانا ببركة الاجتماع وبركة الصلاة. عايز أذكر معجزة واضحة. يا نهار أبيض دي طويلة قوي دي. أثناء الثورة في مصر لمدة 4 أعوام متواصلة، بعد ما هديت الدنيا واستقرت الأمور وجه الرئيس عبد الفتاح، ده طويلة أوي، هي معجزة حلوة بس طويلة. المهم سقفوا لهم وخلاص. بس كفا. يلا فين الثلاث ابطال؟ وليد ووفاء وعشم، ولا اسمه ايه؟ في حد جه؟ مايكل، اسمه مايكل. ثلاث اسامي اللي انا ذكرتهم. في حد؟ ايه كنت نايمه ولا ايه؟ ها انت مين؟ انا اسمي عفاف وهبه من المرج، وبنروح كل سنه مرتين ابونا يسى ميخائيل. جالي صداع شديد في دماغي لمده يجي شهر ونص، ما كنتش بقدر انام لدرجه حب عيني ده كان هيخرج.
طبعا انا عندي رمل وزيت من ابو نياس. افتكرت ان انا عندي زيت، قمت دهنت عينيا ودماغي بالزيت، ومن ساعتها ما جاليش الصداع ده تاني ابدا. شكرا. تعالى من هنا. اسمك ايه؟ اسمي هاشم شوقي جردس من اسيوط مركز الوصيه بلوط. انا بتشتغل ايه؟ نعم بتشتغل ايه؟ انا بسافر الاردن في 2005. سفير يعني؟ لا بسافر بشتغل في الاردن. بشتغل في الاردن. انا عندي 4 مزيجات من 2005 وما مجيش وقلتهم، وانت جيتني يوم 20/12/2018. انا ما رحت، جيت في الحلم وقلت لي تعالى واحكي المعجزات. كنت عايز ابعتها فرق، قلت تعالى واحكي في الحلم يوم 20/12 في الصيام اللي فات بتاع عيد الميلاد. طب اتفضل قول. فضلك الله. سافرت الاردن يوم 2005 ورجعت يوم 2007. عندي 4 ولد، جوزت 2 في ليله واحده، قعدوا 5 سنين ما يخلفوش. فطلبنا من الاجتماع بركه الاجتماع والسيد المسيح، وربنا اداهم واحده، اداها كرول سموره، والثانيه اداها مينا، وبنوها ابو انجي بعد 5 سنين. بعد الفرع ب 15 يوم عييت ورقدت 90 يوم، وما كنتش اقدر اقوم، كانوا يشيلوني ويدخلوني الحمام. ورحت عندي دكاتره كثير، وعنده الاستاذ محمود الشيخ، واداني حقن الكورتيزون في السلسل الظهري. وبعد 90 يوم بقيت اقوم كده، وقلت لازم اسافر عشان ما اقدرش اسافر لو ما سافرتش. فسافرت على الاردن ورحت المختص، نزلت في الميه، فاثناء ما نزلت في الميه وقفت ما قدرتش اتحرك كده، وطلعت مني من جسمي نار شديده ما كنتش حاملها لمده ثواني او دقائق. وبعد كده شفيت تماما، واشيل شكاره الاسمنت من الارض واما اطلع بيها 5 ادوار. لحد النهارده قاعد في الاردن. يوم 2018 والدي في الكويت جات له الزايده، فاخذوه على المستشفى في الكويت. فدخل المستشفى، دخلوه على العمليات، فاتصل علي قبل ما يخش العمليات قال انا هعمل عمليه. وقفت قدام في الاردن قدام صوره السيد المسيح في السكن والعذراء والبابا كرولس، طلبت منه ما يعملولوش العمليه، يعملها العذراء والمسيح والبابا كرولس. فراح دخل جوه الدكتور قال له تعال امضي على جراد عشان تعمل العمليه، قال له انا مش هعمل العمليه. راح طالع قال لي برضه هتمضي على قرار علشان ان حصل لك حاجه انا مش مسؤول. فطلع من المستشفى وراح على السكن، كلمته في التليفون قال انا تعبان سيبني مش قادر اتكلم. فصبح الصبح ما عندوش اي حاجه، وتجي حته الدم بحته الجلدايه وما عندوش اي شيء. لحد النهارده من 2018 ما عندوش اي شيء. المعجزه الثانيه، المعجزه الثانيه الثالثه، ف 2018 يوم 12 في عيد الميلاد ما كانش فيه شغل، وكان فيه نطره قاعده تنطر من نص 11 لحد اخر 12، وعايزين نروح ولينا فلوس في الشركه وما رضينش يدوها لنا ومسكرين التليفونات. فطلبت من بركه اجتماع والسيد المسيح والعذراء وابونا مكاري والعذراء بتاعت الاردن والمرجردس في العبدلي ان يجيبوا لي الفلوس. يوم 20 يوم 10 واحد بعد العيد جانا ابونا مكاري لابس ابيض وزي ما هو قاعد كده، وقال لي خد، اداني 20 دينار واداني ورقه بيضاء قال خد وروح. قلت له روح فين؟ قال لي روح. فرحت على الشركه في نفس في الصبح، راح صرف لي ال 180 دينار اللي ليا والورقه البيضاء، رحت حاجز تذكره الطياره وجيت يوم 16/1 من الاردن. انت مين؟ انا ام وليد من ورود الفرج. انا كنت عامله عمليه دي لي سنتين ونص او 3 سنين، بس عندي ظروف يعني ما قدرتش اجي. بس فبعد ما عملتها ب 20 يوم تعبتني وبسطت، لقيت الحته دي متحجره وسخنت. بس فرحت للدكتور اللي عمل لي العمليه قال لي لا يا ماما ما فيهاش حاجه، ورحت له مره تاني بعد ما تعبت برضه اداني علاج وقال لي ما فيهاش حاجه.
بس جيت تعبت خالص، وبعد كده نمت على السرير قعدت 3 أيام ما أقومش خالص، ولساني تقل وحاسة بسخونة. بس كان عيالي عم يروحوا المدارس، فالواد يجي يدوم موسخة فيصعب عليه وأقعد أعيط، وقلت يا رب يعني الناس كلها يا رب نعمل لها معجزة، طب اشمعنى أنا؟ بس جيت يوم الحد لقيت الاجتماع بتاع أبونا مكاري، بس كان في شوية مية كده على جنب، رحت اتلفتهم من جنب السرير وحطتهم جنبية. بس فأبونا مكاري عم يصلي وما يقول الله في وسطنا، فقلت له يا رب سامحنا الكلمة اللي أقولها، لو فعلا موجود في وسطنا أعمل له معجزة. بس بعد ما خلص رحت شارب بلعة مية، بصت لقيت في حاجة دارت كده في بطني، وأنا ورحت جاي ما كنتش أما أقوم، بس قمت لقيت كل هدومي مسجعة كده. فوصلت الأوضة التانية وما أقول لابني تعالى يا ابني شوف هي كده، بصت لقيت كمية صديد ما يعني ملهاش حدود، اسم الصليب ملاك بسك الزبالة كده صديد، وحسيت ان في حد بيحصر، والعملية اتفتحت كده بعد ما شربت المية بتاعت ابونا مكاري. بس قعدت سبوح تاني وبطني مفتوحة والهواء بيخش من الجلابية، لو طلعت الشارع بس بعد ما اتصفى. بس فروحت للدكتور، بس مش اللي عمل لي العملية، بس قلت له انا عايزة اكفلها، هي محتاجة تخييط، قال لي محتاجة غرزتين كده. بس فرحت وقلت له طب ماشي. بس جيت نمت على السرير جر الحاجة اللي فيها المقصات والحاجة، قلت له يعني يا رب عايز تتعبني تاني، كفاية انا مش قادر استحمل. بس في باب تاني للدخول وباب للخروج من الأوضة تحت الدكتور، رحت خدت ابني ورحت رمحت البرة، فقال لي لا ما ترمحيش انا مش حاشك، انا مش مغصوب عليك، روح للدكتور اللي عمل لك العملية وهو يكفلها لك. بس رحت خدت الفلوس اللي انا دفعتها، ما رضيش ياخد الكشف، ورحت ماشي. وانا ماشيه في الشارع قلت له يا رب يعني انت فتحتها لي ونظفتها لي مش قادر تكفلها لي. بس جيت في الليل راحت جات لي سيستر ولا نايمه، قالت لي نامي. قلت لها انت هتعمل ايه؟ قالت لي انا هكفلها لك. قلت لها لا انا خايفه انت مش هتديني بنت. قالت لي مالكيش دعوه، مش انت قلت يا رب زي ما فتحت هكفلها؟ ولقيت شباب كده لابسين ابيض، وقمت في الصبح لقيت العمليه مقفوله. انا عايزك انت يا صاحب القوة تشغل يمينا تعمل معجزة، انا عايزك انت يا صاحب القوة تشغل يمينا. الأطباء وريهم يدك، خليهم يقول إن ما في زيها. أنا عايزك يا صاحب القوة تشغل ورنم. أعداد من ترنيمة 202 هانت قربنا نشوف فدينا، نتمتع بقربه وصورته تملى عينينا، ونعيش على طول ويا يسوع في نهار على طول من غير دموع. هانت قربنا نشوف فدينا، نتمتع بقربه صورته تملى عينينا. هانت قربنا نشوف فدينا، نتمتع بقربه صورته تملى عينينا. هنعيش على طول ويا
يسوع في النار على طول من غير دموع هنعيش على طول وياه يسوع في النار على طول من غير دموع داخلين المينا بانت المعالم بانت المدينة افرحوا يا أحبة خلاص داخلين المينا هنعيش على طول ويا يسوع في النهار على طول من غير دموع هنعيش على طول ويايا في النهار على طول من غير دموع علامات السكة سليم ده الأمر اللي ما زينا مرحب بالضيف وأهلا ده وعد الرب لينا علامات السكة سليمة ده الأمر اللي ما زينا مرحب بالضيف وأهلا ده وعد الرب لينا هنعيش على طول ويا في النهار على طول من غير دموع هنعيش على طول ويايا يسوع في النهار على طول من غير معايا اللي انت تحت صليبك والحملة عليك انظر ليسوع حبيبك شايفك ومستنيك هنعيش على طول ويا يسوع في نهر على طول من هنعيش على طول ويا يسوع في نهر على طول يا مؤمن انفق واخدم وكرم يسوع من قلبك وهات وقتك من العالم ووهب الخدمة ربك هنعيش على طول ويك في نهر على طول من غيرك هنعيش على طول ويا في نهر على طول من غير دي خسارة لحظة واحدة تضيع في عالم فاني وكل لحظة عيشها للي أحياني دي خسارة لحظة واحدة تضيع في عالم فاني وكل لحظة أعيشها للي مات وأحياني حنعيش في النهار على طول من غير دموع هنعيش على طول ويايا يسوع في النهار على طول من غير دموع ما تغرنيش يا دنيا ما
سايبك وراي مهما كانت قساوتك دار ربي قلبه طاير هنعيش على طول ويا سوعة في نهر على طول من هنعيش على طول ويا سوعة في نهر على طول من بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ما نتكلم عن أواخر الأيام ومجيء المسيح. أواخر الأيام ومجيء المسيح. بعد ما اتكلمنا عن شوية علامات ابتدينا نتكلم عن انتظار مجيء المسيح. يعني الانسان اللي مستني المسيح. وقلت اجمل شيء في حياه الانسان المسيحي والمسيحيه ان يكون منتظر الرب. يعني بيسالوا واحد يقولوا له بتشتغل ايه؟ قال لهم أنا منتظر الرب. أنا منتظر الرب. وأنا قلت مرة بتأمل في الآية اللي بتقول لعل ابن الإنسان إذا جاء يجد الإيمان على الأرض. ليها معاني كتير خصوصا الصلاة بلجاجة. بيقول يعني ابن الإنسان المسيح لما حييجي يا ترى حيلاقي إيمان على الأرض. فتأملي أنا قلت ألعل ابن الإنسان إذا جاء يجد من ينتظره مستني المسيح مستني المسيح ولا منتظرك أرضي وعالمي اللي مستني فلوس واللي مستني بيع والشراء واللي مستني جواز واللي مستني خلفة واللي مستني نجاح واللي مستني سفر وهجرة واللي مستني واللي مستني. لكن يا ترى مين اللي منتظر المسيح؟ مين اللي منتظر المسيح؟ هو ده المطلوب. فأنا بدأت أتكلم المرة اللي فاتت قلنا في انتظار المسيح نكون ساهرين. كلمت عن الحته دي ساهرين. النهارده هتكلم في نمره 2 واحنا مستنين المسيح. نمره 2 في سيره مقدسه. في سيره مقدسه بيقول ايه؟ بما ان هذه كلها تنحل على العناصر يعني اي اناس يجب ان تكونوا انتم في سيره مقدسه وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب. في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب. ولما أتكلم على سيرة الإنسان مش سيرتك بس وانت عايش، لأن وانت عايش المفروض لازم تكون نور نور وتضيء في الظلمة وللذين هم في الظلام وفليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة فيمجد أباكم الذي في السماوات. لا مش بس كده،
ما يقول في سيرة مقدسة وتقوى، مش بس وانت عايش هتبقى نور، لا، ده لو كنت نور في حياتك هتستمر زي الكوكب إلى نهاية الزمان. الذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور. لما يقول أنبا أنطونيوس كوكب البرية، يعني إيه كوكب البرية؟ روح الأنبا أنطونيوس من زمان، لكن سيرة الأنبا أنطونيوس كالكواكب إلى أبد الدهور. وادي الإنسان المسيحي سيرة، وهو عايش وبعد ما يمشي، وهو عايش وبعد ما يمشي، سيرة مقدسة وتقوى. يا ترى دلوقتي وانت عايش الناس بتقول عليك ايه؟ وانت عايشة الناس بتقولي عليك ايه؟ وبعد ما نروح هيقولوا علينا ايه؟ طبعا مش كل الناس هيقولوا ان ويل لكم لو قال فيكم الجميع حسنا، لان ممكن يقولوا عليك ملاك ويطلع واحد تاني يقول لك ده شطان، ممكن، لان مش كل الناس، يعني مش واحد هياخد 100% اصوات الناس، لا لا، ده يبقى انسان تقي جدا وانسان خادم ربنا ومنور وحياته، وبعدين يطلع له واحد ولا عيل يفضل يرفص فيه. فمش مهم، مش مهم، لكن خلي علاقتك بربنا وكلامك مع ربنا وسيرتك انت عارفها. ممكن تسمعها او ما تسمعهاش او تحسها في وسط الناس، سيرتك ايه؟ سيرتك ايه؟ كل ده متوقف على علاقتك برب المجد يسوع. احنا شوية تراب زي القمر، ده القمر ضلمة، لكن لما تطلع عليه الشمس بينور، واحنا ضلمة لكن المسيح اللي فينا بينور. وعلى قد ما يبان مسيحك في حياتك على قد ما تنور. سيرة مقدسة وتقوى، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب. لما أقول في سيرة مقدسة، السيرة دي مش هتيجي كده وما تيجي إيه؟ ما كلنا مسيحيين. بيسألني واحد غير مسيحي وأنا بتكلم معاه وبكلمه عن طريق الخلاص والحياة دي، وإن الإنسان المسيحي إنسان مقدس وإنسان تقي وإنسان عارفين، قطع كلامه وقال ايه؟ قال طب ما في مسيحيين اشرار ووحشين. قلت له في مسيحيين اشرار، وشرحت له ازاي المسيحي او الابن اللي مولود من فوق، انا بقول له كلنا اولاد الله، ازاي الابن راح ساب بيت ابوه وراح يصيع في الكرة البعيدة ومات، ده مسيحي. لكن المسيح الحقيقي هو اللي جوه بيت أبوه، هو اللي في حضن أبوه السماوي، اللي في حضن أبوه السماوي، ده الإنسان اللي تقدس وعايش مقدس وبيكمل القداسة في خوف الله. بيقول مرة نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. كونوا قديسين، عايز أنبهك لشيء، وأن كنت بقول كلام مكرر لكن ما فيش مانع، إحنا كمسيحيين ولاد ربنا، والدليل علمنا أن لما تصلوا قولوا إيه؟ يا أبويا اللي في السماء، أبانا الذي في السماوات. من يوم ما تعمدنا اتولدنا من فوق، من يوم ما تعمدنا اتولدنا من فوق، صلينا جنسية سماوية، وطلعنا من المعمودية، حد يقول معايا؟ مقدسين، يعني مخصصين، يعني مكرسين،
يعني مدشنين للمسيح يعني مسيحيين. طلعنا من المعمودية بتوع ربنا، طلعنا من المعمودية بتوع ربنا، ولاد ربنا في بيت واحد الكنيسة، واتزرعنا أعضاء في الجسد المقدس، أغصان في الكرمخ، طلعنا مسيحيين، طلعنا مسيحيين. يجي بعد كده يقول لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. نظير القدوس الذي دعاكم أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا إيه؟ أنا قدوس. احنا طلعنا من المعمودية مقدسين مخصصين لربنا. وانت يا انسان يا مسيحي اللي مولود من فوق، عيش بتاع ربنا. منين ما تروح وتيجي تتكلم تسكت تقعد تقوم، لازم يتقال عليك ده بتاع ربنا، ده بتاع ربنا، ده ابن ربنا. ايه معنى كونوا قديسين؟ يعني ايه كونوا مسيحيين؟ كونوا مسيحيين يعني عيشوا ولاد ربنا، يبان في حياتكم انكم ولاد ربنا، في كلامكم انكم ولاد ربنا، في معاملاتكم، في مروحكم، في مجي، في سعيكم، في كل شيء، في كل سير. لانه مكتوب كونوا قديسين بالامر. احنا طلعنا من المعموديه قديسين، وربنا عايزنا نعيش على الدوام قديسين. قلت كلمة قديسين يعني مخصصين، يعني بتوع ربنا، بتوع ربنا. مش لما يغلط إنسان مسيحي وبتاع يجيب العار على المسيح يقول لك شوف أدي بتوع ربنا، أدي بتوع ربنا. بيحصل، بيحصل. كونوا قديسين يعني بينوا للعالم أنكم مسيحيين، أنكم بتوع المسيح، انكم لابسين المسيح. وده امر. طلعت من المعموديه مقدس، عيش مقدس. طلعت من المعموديه مخصص للمسيح، عيش مخصص للمسيح. طلعت من المعموديه ابن، عيش كابن، عيش كابن. اوعى تجيب العار على المسيح، حاشا، لكن خلي مسيحك يتمجد بسبب حياتك. يروا أعمالكم الحسنة فيمجد أباكم الذي في السماوات. عارف اللي بيقول كلمة صدقني، صدقني بيمجد اسم الله. وياما يحزنني إني أسأل ناس كتير، لسه امبارح بتشتم أكيد، بتكذب أكيد، ويدوس على الكلمة أكيد. إيه هي دي صفاتك؟ إنك شتام وكذاب وحلاف؟ بتفتخر، بتفتخر. كونوا قديسين ده أمر، كونوا مخصصين، كونوا مسيحيين في سيرة مقدسة، كونوا قديسين. وحاجة تاني بيقول أن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة لكي يكونوا فيما يفترون عليكم كفاعلي شر يمجدون الله في يوم الافتخار من أجل أعمالكم الحسنة التي يلاحظونها. أن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة. الأمم يعني إلى رافضين المسيح، إلى رافضين المسيح. أنت نور وانت شمع، الخطيه تطفي الشمع وتطفي النور. اي انسان مغلوب من الخطايا مصباحه مطفي، شمعته مطفيه ما ينورش. وشوف بقى انسان ناشف في الظلام هيجرى له ايه وما ياثرش على حد. لكن بيقول ان تكون سيرتكم بين الامم حسنه. بنت بتشتغل في مكان معين، الصوابع بتشاور عليها،
عشان دي مسيحية تعلموا منها. شوفوا التقوى، شوفوا منظرها، شوفوا لبسها، شوفوا كلامها، شوفوا كل الصوابع بتشاورها. نور، نور، بنت مشرفة، مشرفة. شماس بيشتغل في مكان معين، مرة واحد بيقول له أنت خسارة في المسيحيين، قال له ما أنا كويس عشان أنا مسيحي، عشان أنا مسيحي. أن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة. هو ربنا بعتنا هنا نور، نور، والنور يعني أعمال، يعني سيرة، سيرة. والسيرة دي ممكن تكون سبب بركة. يعني بيقول لك في رجالة ما يجوش لا بالوعظ ولا بالتعليم ولا بالكلام، لكن ممكن يربحونا بسيرة النساء. يعني واحد يتوب بسبب سيرة مراته الحلوة المؤمنة الأمينة، يتوب ويتغير بسيرة مراته. هنا بيقول سيرتكم بين الأمم حسنة، وده الخطورة بتاعت الأمر، إن سيرتك تربح نفوس، تشد الناس للمسيح. هيشموا فيك رائحة المسيح الزكي، هيسألوا مين هو حبيبك ومين هو حبيبك. زي ما عدد بيقول لا أريد شيئا إلا ك يا نصيبي، ولتكن في قلبي كنزي وطيبي، وللبعيد عطرا تفيح وللقريب عطر سيرة. فيسأل الجميع من هو حبيبي. أقول تاني الكلمتين الحلوين دول: لا أريد شيئا إلا ك يا نصيبي، ولتكن في قلبي كنزي وطيبي، لا أريد شيئا إلا ك يا نصيبي، ولتكن في قلبي كنزي وطيب، وللبعيد عطرا تفيح وللقريب. ويسأل الجميع من هو حبيبي، هأتي بطيبي فوق شعرك، ابني الآن أعرف حق قدرك، هأتي بطيبي فوق شعرك، ابني الآن أعرف حق قدرك، عوضا عن شوكي في إكليلك، واتكأن رأسي على صدرك. مش عارف مين بيقول لي، حد بيقول اني الترنيمة دي ولا الترنيم دي شربت فنجان قهوة واتسلطنت وبعدين ألفت الترنيم دي كلمة على كلمة. انا حكيت مرة او اكتر، يعني الترنيمة دي بالذات اللي أنا قلت عدد منها، أنا ربنا ادهاني في ليلة ما نمتش فيها، ودموعي ما سكتتش طول الليل، لأن كنت في ضيقة شديدة وشاعر بالظلم. وفي الليلة دي وأنا بصلي من أول ليل لغاية ما نزلت الصبح، ما تمددتش على سرير وأنا بصلي. وأول أنا قلت ربنا مديني نعمة أني أصلي بلحن، يعني أغني قدام ربنا، أغني. فلقيت ربنا عارف أن أنا تعبان ومتضايق ومظلوم، والصبح يكون عندي مقابلة، فلقيت نفسي بغني وأقول من يوقف قدامك افتكر ما
من يوقف قدامك افتكر ما أمك. ده انت ابني واللي سيبك يسيبني وانا بنفسي سير أمامك. ده انت ابني واللي سيبك يسيبني وانا بنفسي سير أمامك. يقول مين يقف قدامك؟ ده كلام كبير، ده مش نطق الناس، لئلا تكون مجدف. مين يقف قدامك؟ افتكر مقامك. ده انت ابني واللي يسيبك يسيبني وانا بنفسي ساير امامك. انا قعدت اغني وعمال اقول في العدد ده، وحسيت بالممنونيه الشديده ان الله مش بس بيشجعني بكلمه، كانه بيدفدف عليا طول الليل، احساس عجيب. فانا عايز اتكفي قدام ربنا ومش معايا حاجه. افتكرت قاروره الطيب وصاحبه قاروره الطيب، قلت له هاتي بطيبي فوق شعرك، هبني الآن أعرف حق قدرك عوضا عن شوكي في إكليلك، واتكأن رأسي على صدرك لأني تعبان. ده كلام. هاتي بطيبي فوق شعرك، هبني الآن أعرف حق قدرك. هاتي بطيبي فوق شعرك، هبني الآن أعرف حق قدرك عوضا عن شوكي في إكليلك، واتكأن راسي على صدرك. العدد الأولاني سجلته يا حبيبي. تستاهل أغنيلك واعترف بجميلك، تستاهل أغنيلك واعترف بجميلك. غني انت فيا واملان بترتيلك، غني انت فيا واملان بترتيلك. غني وتذهلك أغنيها أنا، غني وتنهانا أغنيها أنا. الرب شال عني شال كل عنا، الرب شال عني شال كل عنا. تستاهل أغنيلك واعترف بجميلك. وملان بترتيلة غني انت فيا وملان بترتيلة. انا في انتظارك سمعني اخبارك، انا في انتظارك سمعني اخبارك. وبالروح المعز اعلن لي اسرارك، وبالروح المعز اعلن لي اسرارك. تستاهل أغنيلك واعترف بجميلك، تستاهل أغنيلك واعترف بجميلك. غني انت فيا واملان بترتيلك، غني انت فيا واملان بترتيلك، غني انت فيا واملان بترتيلك. الفنجان قهوة قال أن تكون سيرتكم. المهم أنا
ربنا اداني العدد الاولاني مين يقف قدامك وسجلته. كان زمان طبعا من حوالي 39 سنة، كان الريكوردر والشريط سجلته، وبعدين اداني العدد الثاني هاتي بطيبي سجلته، وبعدين وانا بصلي كملت الترنيمة دي وكملت الترنيمة دي لغاية ما جه الصبح معايا ترنيمتين مش بفنجان قهوة لكن بنطق الروح القدس. أن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة، لأن دي مسؤولية، دي مسؤولية. صدقني ربنا ما ادكش النفس اللي بتتنفسه صدفة. كل لحظة احنا مسؤولين عنها نتاجر بيها، ومش هقدر اتاجر الا لو كنت انا امين، امين على الوزنات اللي ادهاني ربنا، امين على الوزنات، وزنات كتير، وخصوصا العمر الدهوني، الوقت اللي ادهوني. اسلكوا لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لان الايام شرير. ما يعديش يوم ما اشتغلش فيه مع المسيح، دي خسارة لحظة واحدة تضيع في عالم فاني، وكل لحظة أعيشها للي ماتوا أحياني دي خسارة. دي خسارة لحظة واحدة تضيع في عالم فاني، وكل لحظة أعيشها للي مات وأحياني. العمر ده وزنة، اليوم اللي اداهوله ربنا ده وزنة، ده وزنة. الإنسان العاقل والحكيم صدقوني ما يضيع دقيقة لحساب الجسد أو العالم. فكر في ان احنا غرباء، غرباء وهنروح، والعمر اللي ادهولنا ربنا ده امانه وزنه، وزنه. ياما ناس بتضيع عمرها، ده ممكن في حاجات ما هيش شريره، واحد ضيع عمره في العلم، واحد ضيع عمره في الدراسه واللاهوت، واحد ضيع عمره في الفن، واحد ضيع عمره في 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 في. لكن ما أحلى وما أجمل أن يكون العمر لسيدي واللي ادهوني، وأقضي العمر كله لحسابك، لحسابه. من أول ما أصحى الصبح صباح الخير استلمني، طول النهار أنا خدامك وتابع خطاك، روح تنام استلمني وشماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. كنت بتكلم مع إنسان غير مسيحي، جبنا سيرة الكلمة دي، شماله تحت رأسي، وأنا بتكلم لأن لما الرب اتبناني وبقيت ابنه وهو حبيبي ياخدني في حضنه، مش زي ما البعض بيفكر إن ده حاجات جسدية وشريرة وبتاع، لا، ده لطف وحنان ربنا. سيرتكم بين الأمم حسنة. خلي الناس تشاور عليك وتقول فلان يمدحوك، والعالم يشاور عليك ويقول فلانة يمدحوك. امتى هيشاور عليك وعليك وعليا؟ لما مسيحنا الحلو يبان فينا. احنا طين، طين تراب، وظلمة ظلام، لكن لما يشرق النور فينا ونرضي صلاح ضاخ
وأقدر أقول زي ما قال معلمنا بولس: أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. يبان النور في حياتي وسيرتي تبقى حلوة، والناس يدوروا على المسيح اللي منور حياتي، يدوروا على مخلص. ايه اللي خلى فلان كده؟ ايه اللي خلى فلان كده؟ المسيح. عشان كده بسيرتك ممكن تكرز، تكون سيرتكم بين الأمم حسنة. آخر حاجة أقولها، بيقول لتكن سيرتكم خالية من محبة المال. ننتظر الرب في سيرة مقدسة. قلنا ننتظر ساهرين، ننتظر في سيرة مقدسة. أقول لتكن سيرتكم خالية من محبة المال. كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال: لا أهملك لا أترك. محبة المال أصل لكل الشرور. واحد كسب 1000 عايز 2000، يعطش للمال، ومهما زاد المال ازداد عطشه أكتر، ولأنه عطشان يعمل ما بداله عشان يرتوي، ومش هيرتوي. ممكن يقتل، ممكن يسرق، ممكن يغش، ممكن يطمع، ممكن لأنه عطشان للمال. الوصية هنا بتقول تكن سيرتكم خالية من محبة المال، لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغى قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثير. أما تحب الرب كل محبة غريبة تطلع من القلب. عشان كده أقول له: رب أنا عايز أبقى في سيرة مقدسة، اخلع مش بس محبة المال من قلبي، لكن كل محبة غريبة من قلبي، وساعدني أحبك أنت وحدك من كل القلب، من كل العقل، من كل الفكر، من كل النفس. لإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين. ارفع قلبك وارفع يا قلبك للرب، وقبل ما تبص لسيرة غيرك بص لسيرتك، وقبل ما تنتقد مسيرة غيرك بص لمسيرتك. الرب قرب يجي، هنقف قدامه. كنت مقصر قل له سامحني، ما كنتش منور قل له نور حياتي، قل له قولي له استلمني من الآن يا رب حياة جديدة، أحبك من كل قلبي. وقبل ما أبص لغيري أبص لنفسي. ابنك بيبص لغيره احميني، وناسي سيرته وسيره نجيني. ابنك بيبص لغيره احميني، وناسي سيرته وسيره نجيني. يا اللي انت جاي قريب جاي، عقلني سيدي وصحيني. يا اللي انت جاي قريب جاي، عقلني سيدي ابنك هنا وفاضي احميني، وقبل ما تبقى قاضي نجيني. ابنك هنا وفاضي
حميني وقبل ما تبعدي نجني يا اللي انت جاي قريب جاي عقلني سيدي وصحيني يا اللي انت جاي قريب جاي عقلني سيدي و... كلمه كلميه قل له ارحمني من جهلتي يا رب افتل كل انشغال غريب كل انشغال بأمور أرضية قل له اشغلني بيك وحدك اشغلني بالحياة الأبدية ارفع قلبك لربنا كلمه كلميه حاضر معانا في شخصه اللي ما تفشي توب قدم توبة للرب حاضر معانا سامحني اشغلني بيك وحدك خليني اخدك وحدك نصيبي انت اللي هطلع بيك من الدنيا نصيبي انت هنا وهناك ماليش غيرك سامحني على اللي فات سامحني على اللي فات بخريستوس إيسوس بين شويس كليل إبي بروسف كيس تاسيتي إيريني فاسي كيتو بنيف ماتي بارن شفا موتن تطفن فري فروس نانيف نايتي بنوتي بيوت من شويس أوه فنوتي بنصوتي ريسو أسبي خريستوس Geoferitz kvazi nigun afti tutena fintin Chari tainu thai Enthofon marinti huaru fapos Tefarechem paitho afai Nim noti runtefen onkhaniri niven Yevi wando kora Torib shoy sepen noti Rus eviksasti kirjele Nim shoy sepnot on klaviot men shoy Ovo fin not ovo fin sotir Isos pe Christos Nashkoro Kala kulli hal Nagli kulli hal Ofi kulli hal لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا عضدتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة اطلبوا لك يرحمنا الله ويطرف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا يا رب رحم من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر نحن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفين والظاهرين انزع عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياه لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والأقارب وكل قوات العدو يا رب رحم أيضا فلنسأل الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب مرضى شعبك اطلبوا عن ابانا وخطنا المرضى وبكل مرض كانوا في هذا المسكن وفي كل موضع لكي المسيح الهنا ينعم لنا ولهم بالعافيه والشفاء ويغفر لنا خطايانا يا رب رحم تعدم بالمراحم والرافع تشفيهم انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم وروح الامراض اطردهم والذين ابطأوا مطروحين في الامراض اقمهم وعزهم
والمعذبون من الأرواح آتكم جميعا، والذين في السجون أو المطابر أو النفي أو السبي أو المخبوض عليهم في عبودية مرة اعتقهم جميعهم وارحمهم، لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين. رجاء من ليس له رجاء معين، من ليس له معين. أعز صغير القلوب ومناء الذين في العاصف، كل الأنفس المتضايقة أو المخبوض عليها أعطى يا رب رحمة، أعطى يا راحة، أعطى يا برود، أعطى يا نعمة، أعطى يا معونة، أعطى يا خلاصا، أعطى غفران خطاياه هواء ثامها. ونحن أيضا أمراض نفوسنا اشفها، والتي لأجسادنا عافها، لأنك أنت هو الطبيب الحقيقي لأنفسنا وأجسادنا. يا مدبر كل جسد تعدنا بخلاصك يا رب رحم. أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك له، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا. ليس لنا يا رب، لكن لاسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. كل اللي رفع طلبة واللي رفعت طلبة، الرب سمع واستجاب حسب حكمته. أما عن المقيدين بالشياطين أو سحر أو رقية أو أي شيء، مجرد ما أذكر اسم يسوع المسيح كل شيطان يغادر الجسد، كل سحر يبطل، كل رقية تبطل باسم يسوع المسيح الناصري. قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. يلا كله يقوم، كله يقوم. هاتوا كله يقوم. اللي حصل كنت تعبان، الشيطان خرج. الحمد لله. ده من قد ايه تعبان؟ بالك قد ايه تعبان؟ هات يا ابن الكاميرا على الناس الكتير دي. تعبان دلوقتي؟ حسيت ايه بعد الصلاه؟ الشيطان خرج. امين. الحمد لله، نشكر المسيح. امين. اعطوا للرب مجدا. كل الشياطين طلعت، كل الشياطين طلعت.
أعطوا مجداً للملئم دو بسلام. اللي حصل معك سلام المسيح يكون مع جميعكم. وكان في مشاكل أنا وجوزي على طول وبركة المسيح. وأبونا مكاري ربنا يخليك لنا يا أبونا مكاري، ربنا يخليك لنا من بعد ربنا. بالك قد ايه تعبان؟ لا ده انا بقالي سنه ونص. سنه ونص تعبان. بس لسه ابونا المسيح مكاري. وحده المسيح وحده ولا المسيح وحده. لسه يا ابونا مكاري ربنا يصلح حالي انا وجوزي بس، ويلم شملنا يا رب يا رب، بطلب من المسيح يا رب. حصل ايه معاك؟ انا كنت تعبانه والحمد لله. بقالك قد ايه؟ بقالي 20 سنه. 20 سنه الحمد لله الحمد لله. بعد الصلاه الشيطان خرج، المسيح شفاك. 20 سنة. بالك قد ايه؟ شهر. ودلوقتي بعد الصلاة؟ لا ربنا شفاني. ربنا شفاك. المجد المسيح، مجد المسيح. حصل ايه؟ الحمد لله انا ليا اسبوعين بس الحمد لله النهارده حسيت. المجد المسيح، المجد المسيح، المجد المسيح. ده هي العظمة دي، المجد ده. قولي لنا حصل ايه؟ الشيخ عمل لها ده عشان يخرج لها الشيطان اللي في قرتك. اللي في قرتك ده حد عمله؟ اه. عشان الشيطان يخرج. وخرج ولا ما خرجش؟ خرج. خفت اهي دلوقتي. خرج بعد لكن الشيخ بوظ لها جسمها كده. مجد المسيح. مجد المسيح. الفرح والزغاريت عشان مجد المسيح. ليا 6 سنين. 6 سنين تعبانه ودلوقتي بعد الصلاه شيطان خرج. مجد للمسيح. المجد لاسمك يا رب. 20 سنة وست سنين. حصل لك ايه؟ ايه بعد الصلاة خفيت؟ المسيح شفاك. مين؟ مفيش وجع لا المسيح شفاك. المجد المسيح. كانت حاسة بحاجات في رجليها وبعدين دلوقتي مفيش حاجة الحمد لله. المسيح شفاك. المسيح شفاك.